من معالي محمد أحمد البواردي عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات. Of thanks for the Booker Prize Foundation وللجنة التحكيم التي حرمتني هذه الجائزة من الاتصال بهم طيلة الشهور الماضية ومنهم أصدقاء حميمين وأنا لم أتوقع الفوز بالجائزة أو عدم الفوز بها عزازيل كان يتوقع ففي فجر اليوم أيقظني وأملى علي هذه الكلمة تمثل هذه الجائزة علامة فارقة على أكثر من مسار ففي مسار العناية بالأدب العربي تعد الجائزة علامة على عمق الاهتمام بالأدب الروائي العربي والعمق هنا يعني الجدية في التناول والموضوعية في الأحكام والتحكيم والنزاهة في القراءة وما النزاهة بالأمر الهين وقد جاءت الجائزة في دورتيها الحالية والسابقة مؤكدة لكونها علامة على هذا المسار وعلى مسار التثاقف والمثاقفة والتفاعل مع الأدب العالمي امتازت هذه الجائزة بطابعها الدولي الرصين من حيث ارتباطها بمؤسسة البوكر البريطانية العريقة ومن حيث التحكيم الدولي لخطوتي الترشيح لقائمة 16 ثم قائمة 6 روايات وأخيرا اختيار الفائز الأول وما من شك في أن تلك الملامح الدولية والدقة الإجرائية والرصانة كفيلة بأن تجعل من الجائزة علامة على طريق التفاعل بين الأدبين العربي والعالمي هنا قبالة هذا الشاطئ جلس يوسف زيدان ساعات طويلة يكتب في رواية عمرها من عمر التاريخ بلغة ممتعة سهلة ممتنعة غاص أستاذ الفلسفة الإسلامية العاشق للغة والتراث في أعماق أفكار سطحتها الأوهام والأحكام والخرافات البشرية الأدب أشكال كثيرة منها شكل جارف اسمه الرواية العمل الروائي لا يصح أن نبدأ به
كيف يتصدى المبدأ في بداية حياته لكتابة الرواية وهي تحتاج كم ضخم جدا من الوعي ومن المعرفة ومن التفلسف؟ باحثا في كل شيء، مصارعا بهدوء الفلاسفة أفكارا صاخبة، عزازيل رواية عن الحياة والموت، الخير والشر، الحب جارفا ومكبوتا، العقل ساعيا ومقموعا، الإنسان بقدراته المطلقة وضعفه المطلق. نحن أمة هجرت تراثها وجهلت به جهلا شديدا، فأصبح واقعها ملغز، غير واضح، غير قابل للفهم، لأنه تم إهدار الدرس الأول لفهم الواقع وهو النظر في التاريخ. زيدان أمين قسم المخطوطات في مكتبة الإسكندرية خط في عزازيل فسيفسائه الخاصة، رسم أدق تفاصيلها بعمق المتصوف الفيلسوف ودقة العالم وتوق الباحث، كما لو كانت إشارة إلهية إلى أدبية هذا الكتاب. الترشيح يعني له واقع خاص عندي، لأنه تزامن ده مع حملة على العمل. أن تكون هناك بوكة عربية، هذا يمثل جسرا للوصلة بين الأدب العربي والأدب الأوروبي. لو لم نتواصل مع تاريخنا بما فيه من معرفة ولغة وتطور أفكار من جهة، ونتواصل مع الثقافات الأخرى الفاعلة في العالم، سنزداد ضمورا ونموت. هي رواية موجهة للقارئ المبدع والمسؤول، هي رواية ولكنها أيضا دعوة للمراجعة، للبحث وللاجتهاد في البحث عن الإنسان وعدم القبول بالأجوبة السهلة، على الأقل ليس من دون معركة.